مساء الخير. خلال هالشهر الكريم حلقاتنا مثل ما عودناكن عم تكون عن القصص الملهمة والناس المميزين اللي بيستحقوا نخبر قصصهم، نشاركهم معاناتهم ونسلط الضوء على تجاربهم. الأبطال والبطلات الحقيقيين، أبطال القصص اللي ما حدا بيحكيها، يلي آمنوا ووثقوا برب العالمين وبقدراتهم وأحلامهم وسعوا وتوكلوا. ضيوف اليوم السيد أمين إبراهيم. مساء الخير سيد إبراهيم. صحيح. وأهلا وسهلا فيك، وزوجته السيدة فاطمة دعبول. مساء الخير ست فاطمة وأهلا وسهلا فيك. البداية مع اسمح لنا سيد أمين رح تكون من عند ست فاطمة. اليوم إذا بدنا نسأل حضرتك، كيف بتعرفي عن نفسك؟ بعرف عن نفسي أولا فاطمة دعبول من ذوي احتياجات الخاصة، متزوجة من رجل ذوي احتياجات خاصة، ناشطة اجتماعية حقوقية حرفية إذا بدك تقولي لنساء ذوي احتياجات خاصة. عندي بنتين جامعيات، وأنا مهنتي الأساسية هي الخياطة وتصميم الأزياء، بس مع تدهور الوضع الاقتصادي فالعالم التجأت إنه للقطعة الخالصة، فبلاقوها أسهل إنه هن ياخدوها. فأنا ما وقفت عند هون، يعني حبيت كفي، فاكتسبت مهنة التطريز والشغل المكرمي. مبدئيا بشتغل بالبيت، يعني على أمل يكون عندي محترف صغير خاص فيي، إني أقدر أنتج أكتر وأعمل معرض دائم. وكمان يعني أكتر شي حابة إني مهنتي تتطور بمجال التطريز والمكرمة كمان مع نساء ذوي احتياجات خاصة، لأقدر أني فيدهم مثل ما أنا استفدت. نعم. يعني رح نحكي أكثر ليه اخترتي ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن خلينا نتعرف على سيد أمين. أهلا وسهلا سيد أمين. مساء الخير، رمضان كريم ولنا وعليكم وعلى أهلنا. بتشكركم على الاستضافة اللطيفة. أمين إبراهيم، أستاذ ومدرب حرفي لذوي احتياجات الخاصة. كمان أنا مهنتي الأساسية مش هيدي هي، أنا دارس إلكترونيك، ولكن بما أنه نحن في نظرة مختلفة لأننا كذوي احتياجات خاصة بالبلد اللي عايشين فيه ما حدا بيوظفنا، رغم أنه في قانون صحيح بيسمح لنسبة 2% من عدد الموظفين بأي شركة أنها تشتغل أو مؤسسة، ورغم هيك عم نعاني. فكمان نحن الحمد لله رب العالمين من الأشخاص اللي ما بيستسلموا، لأن نحن بيكون عنا متحملين مسؤوليتين، مسؤولية الأولى أنه كيف نعيل حالنا، والمسؤولية الثانية نفرج العالم أنه نحن قادرين نعيل حالنا. بالزبط. عرفتي كيف؟ فكمان ما وقفت عند هالحد، ومن المشكلة والمعاناة اللي أنا عانيتها بهالمسألة كمان اتجهت للفئة اللي أني منها اللي هي كمان ذوي احتياجات خاصة. نعم. فحبيت أنه أوقف جنبهم، فاتجهت لشغلة الحفر على الخشب. نعم. تعلمتها واتقنتها منيح، واتجهت للفئة المستهدفة اللي هي في ذوي الاحتياجات الخاصة. هلأ أنا بشتغل بمؤسسة بدرب مجموعة شباب متلازمة داون، بعلمهم هيدي المسألة، بعلمهم هيدي الحرفة، وكتير متجاوبين وكتير أذكياء وواعيين، يعني بيقدروا يلقطوها. بالإضافة أنه عندي نشاط حقوقي بمجال الإعاقة. نعم. بإحدى الجمعيات يعني منتسب لها، تطالب بحقوق المعاقين و تأمين مستلزماتهم وقضاياهم والوقوف جنبهم. لوين عم توصلوا بهيدي المطالبة استاذ أمين؟ هلا ما بيكون مسموع صوتكم كمان؟ ما بيخفى الأمر، نحن صوتنا قوي، ولكن الأذان ما بتسمع. يعني صوتنا مش خافي. نعم. صوتنا كتير قوي، مش عم نوقف عند حد ومش عم نستسلم. من سنين نحن، يعني أنا شخصيا من سنة 81 بهالمجال، بالمجال المطلب والتنادي. ايه منطالب والنادي، ولكن ما في أذان صاغية. نعم. هلا يمكن في ضغوطات معينة، يمكن وضع البلد ما بيسمع، يمكن، ولكن أبدا يعني لحد الآن بعدنا عم نعاني. يعني مثلا أنا بدي أعطيكي مثل أنه بمسألة الانتخابات. نعم. بمسألة الانتخابات عم تنعمل كانت نيابية أو بلدية أو اختيارية،
تنعمل بمدارس إيه؟ تنعمل بمدارس طوابق عليا. أنا حقي صوت، أنا حقي اختار، أنا إلي توجهات كانت سياسية كانت دينية كانت ثقافية كانت علمية، إلي توجهات ومن حقي اختار الشخص البدية. فهذه مسألة كتير عم نعاني منها. والمؤذي بالأمر أكتر شيء بيأذيك لما بيجي اثنين أو ثلاثة بيقولون أنه نحن منحملك ومنطلعك، أنه ليه بدك تحملني وأنا من حقي انتخب. يعني بتنعمل بطوابق أرضية بمكاتب معينة، تأخذ بعين الاعتبار هذه الحالات، ينعمل إحصاءات معينة للأشخاص اللي هن ذوي احتياجات خاصة، بنعمل لهم مراكز خاصة على لوائح خاصة نقدر نمارس حقنا الانتخابي. حتى بالمؤسسات العامة والشركات والمدارس والمعاهد نادرا ما بتلاقي انه مؤسسة ملاحظة الأمر من ناحية التسجيلات الهندسية. يعني أنا لما بدي أروح سجل بنتي بمدرسة، الإدارة ما في إدارة بطابق أرضي من الأول وطلوع، وكوني من ذوي الاحتياجات الخاصة بستعمل العكازات، بدي أطلع طابق أو طابقين أو ثلاثة. هذه كمان عم نعاني منها، كمان طالبنا فيها وفيها قانون وفيها نظام وبرضه ما تطبق. فبناء على سؤالك أنه هل عم تلاقوا تجاوب؟ التجاوب نسبته قليلة جدا جدا، أو بحسب إذا كل مؤسسة إدارتها فعلا هي ماخذة بعين الاعتبار على عاتق الشخصي يعني. صحيح. ولكن كمؤسسات عامة، مؤسسات لجميع الناس، مؤسسات تابعة للدولة لا، أو حكومات أو حتى كمستشفيات لا، فعلا عم بتعاني. صحيح، هيدي عم نعاني منها. وببعض الأحيان يسمح لنا باستعمال المصعد، وببعض الأحيان لا، للموظفين أو أو الإداريين أو شيء. عرفتي كيف؟ سيد فاطمة، اليوم حضرتك كناشطة حقوقية يعني تعرفت عن حالك بداية الحلقة، واجتماعية، قد ايه صعب فعلا يعني انه حضرتك تشوفي انه هناك ما زال يوجد نوع من التهميش، الاقصاء، يمكن حتى الرفض، يعني باقل الاشياء اللي الاستاذ امين كان عم يذكرها؟ هي اول شيء تهميش بوجودنا، اول شيء هي تهميش وجودنا بالمجتمع. يعني من ناحية العمل، من ناحية التعلم، الدمج، من ناحية النقل العام، من ناحية يعني التعامل مع المقعد بطريقة خاصة، يعني إنه هو يعني مش موجود، يعني بعده عم يقول إنه ما في تسهيلات حقيقية ملموسة، ما في كان صحي. يعني بدي انا في هلا شؤون اجتماعيه، بطاقه شؤون اجتماعيه، انا ما بستفيد منها. يعني هي بس يعني كانه انه يعني استقصاء بس، انه قديش عدد المقعدين بلبنان بس. يعني لا مستشفيات، اقل شيء الادويه، العيادات، الهيدا، يعني ما في شيء انه مأمن. يعني حتى النقل العام انا ما بقدر اطلع على باص، ما بقدر اطلع، النقل العام مش مسهل لإلي. كيف عم تتنقلي اليوم ست فاطمه انت وزوجك سيد امين؟ هلا يعني الحمد لله نحن عنا سياره. واكيد يعني كتار اشخاص بيعانوا اذا بدهم يطلعوا بتاكسي، حتى يعني ما في مساعده، ما في يعني يمكن التاكسي اوقات ما بتوقف له لانه معه كرسي. ايه بيشعر وكأنه الأمر مربك نوعا ما. ايه يعني ايه في شغلات كتير يعني نحن منواجهها بصعوبات. يعني حتى الماركت، السوبر ماركت، هذا ما في شيء مجهز. يعني انا اذا ما بروح انا وبنتي معي او هذا ما في شيء مسهل لإلنا. ست فاطمة بس ايه فضل. يعني حتى بالنقطة اللي قالتها فاطمة بقصة المواصلات، اوقات كتير بيصير عملية استغلال، وانا صارت معي يعني انه مثلا لاني بهالوضع بشوفوني واقف انه بده يقطع ياخذ مني الاجر مضاعف، واجر مضاعف انه ما حدا بيوصلك اذا انا ما طلعتك، انا ما اطلع. عرفتي كيف؟ يعني حتى كمان باللي معه بيكون مثلا على الويلتشر، على الكرسي. نعم. يعني يمكن الشوفر ما له خلق يقوم يحط له كرسي بالصندوق، او بيقول له ايه بوصلك بس بدي اخذ تاكسي. سياره يعني خاصه. حتى عندنا حقوق مكتسبه كثير، ان احنا بنسميها الاستشفاء على بطاقه الشؤون الاجتماعيه، التغطيه هي المفروض التغطيه، وهذه عانيناها اثناء الولاده. نحن التغطيه لازم تكون على حساب وزاره الصحه، وعلى جزء، والجزء الباقي على وزاره الشؤون الاجتماعيه.
في حال تمت الموافقة من وزارة الصحة على المستشفى بتقول لك لا نحن مش متعادلين معه. يعني في كتير حقوق نحن مكتسبة وصادرة بقانون ويجب أن تطبق ولا تنفذ ولا تطبق. نعم سيد فاطمة، اليوم بدنا نشرح أكثر بشكل واضح يعني الوضع الصحي اللي حضرتك بتعاني منه اليوم. شو هو الوضع الصحي؟ حضرتك قلت إنه حضرتك مقعدة. أنا عندي الإعاقة حركية، بلبس جهاز بمشي على عكاز يعني أكيد على عصا مش على الويلتشير. شلل أطفال، لا كان عمري سنتين. نعم. هل أنا اللي بعاني منه الوضع الصحي هو إنه أنا يعني الجهاز مثلاً الجهاز إنه كنا نعمله على وزارة الشؤون الاجتماعية، فهلا ما في وزارة شؤون اجتماعية. الجهاز بكلف $1,200 مثلاً، ما يعني اللي تشتري الجهاز. هو الجهاز هلا في الصيانه بس هو المفروض كل 3 سنين لازم يتغير. نعم. فانا كل 3 سنين المفروض يكون معي بين $1,200 to $1,500 بكلفني. نعم. وانا وزوجي يعني. نعم. صاروا 3000. نعم. عرفتي كيف؟ نعم. تاني شغله العلاج الفيزيائي. نحن بنوصل لعمر ضروري العلاج الفيزيائي. يعني مثل اي انسان بفوت على نادي رياضي. صحيح. فالعلاج الفيزيائي نحن بيساعدنا لياقتنا اننا نقدر نستمر. صح، والمرونه. ايه فهيدي ما انا موجوده. غير الاستشفاء، غير تامين الادويه، غير يعني كثير شغلات يعني بالبلد هي للحالات العاديه ما انا موفره يعني. صح. نحن للاسف ببلدنا. نعم. فانا بس عم بحكيك على انه ذوي احتياجات الخاصه، يعني عم بحكيك عن خاصه. نعم. عن حالي شو بعاني. نعم. سيدة امين، حضرتك ايضا بتعاني من شلل الاطفال؟ انا كمان عندي شلل اطفال، كنت بعمر سنة ونص يعني كنت عادي طبيعي. نعم. يعني وتعرضت لعارض صحي حمى سبب لي شلل. امتى ادركت سيد امين انه حضرتك مختلف عن اقرانك او يمكن عن اخواتك؟ بدي احكيك بصراحه، هيدي ليكي في المجتمع والعائله بيلعبوا دور كبير فيها القصه. نعم. يعني انا من الناحيه السلبيه ومن الناحيه الايجابيه، من الناحيتين. نعم. انا يعني وعم بحكيك صدقا. نعم. انه هيدي قليل عانيت منها. لان بالبيت عند اهلي ابدا ولا مره حسسوني انه انا عندي نقص بشيء. يعني بيك ان اهلي لما كانوا مثلا بدهم يبعثوني على المدرسه ما فكر ولا مره انه امين ما بيقدر يروح على المدرسه. بعتوك على المدرسه؟ بعتوني على المدرسه وعلموني. كان في دمج؟ كنت مع اقرانك؟ لا هيدي كمان هيدي المشكله عانوا منها اهلي. انا لتسع سنين لا قدرت فوت على مدرسه، لان لما كانوا بدهم المنطقه اللي عايش فيها المدارس الاداره ما تقبلت الفكره انه ما بيقدر يطلع على درج، ما بيقدر رفقاته شعر مسؤولية. إيه؟ يعني زي رفقاته يمكن بالملعب ما يقدر يتحمل. لا وقتها هيك بالصدفة كان بصدفة معينة تعرف على مدرسة هي كلها للذوي الاحتياجات الخاصة الكفاءات. نعم. سجلت ابن 9 سنين. غير هيك الاهل هم اللي دفعوني لمعترك العمل، يعني ما قالوا لي انت ما بتقدر تشتغل نحن بنصرف عليك. اي عمر بلشت؟ عن اي عمل عم نحكي؟ عن انا بلشت يعني بدايه حياتي العمليه كان بالعمل الاجتماعي. كانت اشتغلت بالفتره الاولى مع بعمر ال 24 سنه. مع الاطفال التسرب المدرسي والمساند المدرسي. رجعت اشتغلت مع احد مراكز الصليب الاحمر بالضاحيه كمان لنفس رجعت اتجهت للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. من وين اجتك الفكرة أستاذ أمين أنه تبدأ بعملك اللي ما شاء الله عنه العمل العمل الحرفي؟ من المعاناة اللي عانيتها. نعم. لأن نحن قدراتنا الجسدية موجودة بمطرحين، بفكرنا وبإيدنا. نعم. يعني قديش أنا بفكر مثل الفكرة موجودة يعني في عمل. ثم الفكرة موجودة يعني في عمل. نعم. يعني اللي بيجي بيقول لك ما في شغل مش صح، هذا بيكون واصل لمرحله على اولى درجات الياس. في فكره في عمل. فالمعاناه اللي انا عانيتها والصعوبه لايجاد عمل خلاني احس بغيري بالحالات اللي ذوي الاحتياجات الخاصه.
فقررت انه انا اللي بدي اعمل الشغل اللي بدي اشتغله يكون لغيري، يعني اللي انا بدي اكتسبه لازم غيري يكتسبه، الفئة اللي انا منها هي اللي تكتسبه. فلذلك انه على فكرة انا اللي صرت فتش على الأماكن اللي لازم أشتغلها والدورات اللي لازم أعملها والأمور اللي تتناسب. أنت ثقلت نفسك يعني؟ أنا اللي ثقلت نفسي. خلت هيدي الفكرة تجوهر يعني أكثر. إيه ما حدا وجاني روح أعمل هيك بتقدر تعمل. لا أنا صرت حطيت الفئة المستهدفة قدامي بالقبل. شو ممكن تتعلم؟ شو ممكن لوين ممكن توصل؟ شو ممكن وصل لها؟ وعلى هالأساس اشتغلت وبلشت بعملية صقل واتجهت لهذا العمل. نعم. والحمد لله يعني توفى انه عم نشتغل. قدي صعب هيدا العمل؟ نحن حضرتك عم تحكي وعم نشوف فيديوهات عم تمر، قدي صعب هيدا العمل؟ لانه مثل ما فهمت من حضرتك تحت الهواء استاذ امين انه هيدا الشغل حضرتك بتعمله بايدك منه على الليزر مثل ما هلا دارج، صح؟ قدي صعب هلا؟ الصعوبه اكيد هو بده عمليه صبر، بده دقه وبده وقت، بده دقه وبده صبر وبده يعني بده يكون عندك ايمان بالعمل اللي عم بتقومي فيه، بده يكون عندك يقين بالنجاح. هيدول الشغلتين بده يكون قدام عيونك لتنجحي، والصبر تقدري توصلي. صعوبه اكيد فيها صعوبه لان عمليه يعني فيها كثير حركات واصول، يعني مثلا من خلال الرسم على الخشب لتقدح الخشب لتفوت المنشار تفكي تقصي، يعني فيها شغل، فيها لذه وفيها تعب وفيها وقت وفيها، بس هي حلوه. بس مثل ما قلت لك انه لما بيكون عندك اليقين بانه هالعمل حينجح ما في شيء رح يوقف بطريقك. نعم. بعد بدي اسالك انت حضرتك انه قد ايه بياخذ وقت معك هيدا الشغل؟ بالمناسبه اليوم حضرتك جبت لنا عينه، نحن مرق فيديو مشاهدينا الكرام، بس حبيت فعلا فرجيكم قد ايه هيدا الشغل حلو، قد ايه دقيق، بنلاحظ كله على السنتيمترات، صح استاذ امين؟ شو رايك ست فاطمه؟ لا عمل كتير متقن وعمل حرفي، يعني حرف. هيدا خشب شو منقله استاذ؟ هيدا خشب معاكس وفينا نشتغل خشب ام بي اف، في كذا نوع خشب، فعلا شغل حلو دقيق. يعني مثل هيدي السلة، هيدي السلة بتاخذ لها شي يوم يوم ونص شغل، ما فيها يعني الدقة اللي فيها هيدي، يمكن بمكنة الليزر بتاخذ لها 5 دقائق 10 دقائق. بس طب ليه ما اتجهت لمكنة الليزر؟ ما زال صارت الفكرة أصلاً موجودة؟ بدي بس بحب لك شغلة، في ناس هلأ مكنة الليزر اللي بتشتغلها حلوة ومنظرها حلو كشكل، بس عندك ناس من أصحاب الذوق يعني بحبوا العمل الحرفي. صحيح. بعدين فيها شغلات فنية، يعني فيها عمل فني، المكنة مجرد إيه اللي عم تشتغل. نعم. وحتى انعرض علي نص، أنا عامل دورة ليزر أنا ما كنت الليزر. بس ما اقتنعت، مع أنه أسهل لي هيدي السلة إذا بدي أعملها على الليزر بعمل 10 بالنهار، وهيدي السلة على إيدي يوم ونص، لا بشتغل هيدي بيوم ونص. تشعر أنه أنت فعلا عم بتحس بالعمل اللي أنت عم بتحس، صارت جزء مني هيدا الشغل، صار جزء مني لدرجة أنه هلأ نحن بنعرف أنه متلازم الدون القدرات الفكرية اللي عندهم محدودة، يعني مش بالوعي الكامل أو القدرات الفكرية، يعني قدرت قد ما معلق فيها وصار مثل ما بقول لك صارت بدمي، قدرت اوصل لهم وخليهم هن يشتغلوها. وما بعرف ما موجود فيديوهات صحيح هن عم يشتغلوها. نعم. رح يمرقوا معنا نحن، صحيح. بس ليه طلاب متلازمه داون بالدرجه الاولى؟ هيك لاحظنا بالفيديوهات اكثريه طلاب حضرتك. لان قال لك ليه هلا ذوي الاحتياجات الخاصه، ان شاء الله الاطفال مثلا مثلنا نحن قدراتهم الفكريه كامله، بيقدر يتجه لاي مهنه. عرفتي كيف؟ بيقدر يشتغل هيك، بيقدر يشتغل خشب، بيقدر مثلا تصليح احذيه، بيقدر يعني قدرات الفكريه بتسمح له مجاله بحره مفتوح. ولكن متلازمة داون بدك تعمل يعني بنعمل دراسه عليهم على قدراتهم الفكريه، يعني شغله مش هينه انك تشتغلي معهم على قدراتهم الفكريه وقديش ان مدى استيعابهم وشو هي الامور اللي بيستوعبوها لتشتغليها معهم. نعم. انا ما في مثلا اجي شغله جلد للشباب المتلازمة داون، ما في شغله جلد لان فيها آلات حاده شفره، صحيح، يعني غير قصد بده ايه بده يأذي حاله. فانا اتجاه لهيدي الفئه من هيدي الفئه المستهدفه اللي هي متلازمة داون، شغله فيها امن وفيها امان وعندهم القدره الفكريه المعينه اللي بيقدروا يكتسبوها.
نعم سيد أمين إبراهيم مدرب حرفي لذوي الاحتياجات الخاصة، وست فاطمة دعبول ناشطة اجتماعية حرفية لذوي الاحتياجات الخاصة. نحن رح نتابع سويا كلمة سواء وهذا الحوار الجميل جدا، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. جديد أهلا فيكم مشاهدينا الكرام، عم نتابع وإياكم كلمة سواء. مثل ما صرتوا بتعرفوا بهذا الشهر الفضيل هيدي الحلقات خصصناها للحديث عن أشخاص مميزين. ست فاطمة دعبول عن جديد أهلا وسهلا فيكي. كنا عم نحكي مع زوجك السيد أمين قبل الفاصل عن أبرز مراحل اللي مر فيها بطفولته. اليوم إذا بدنا نسألك أمتى فعلا ست فاطمة شعرت أنه أنت مختلفة عن غيرك أو عندك وضع صحي غير مشابه للآخر؟ هو لأنه كان من زمان، يعني قبل هلأ كان الدمج بالمدارس كان كتير صعب. صعب يعني كان الطلاب يمكن ما بيتقبلوا بعضهم أنه في حدا، أو المدراء أو المعلمات أنه في حدا غير الأشخاص العاديين معهم. نعم. فالوالدة اتجهت للمدرسة داخلي، قعدت بمدرسة داخلي 12 سنة، بس هي المدرسة الداخلية كان فيها علاج فيزيائي وكان فيها دراسة شامل يعني لوضعك بوقتها. فهي يعني أكيد هي بدياني أتعلم يعني، فاتجهت هون أنا حسيت حالي أنه أنا قاعدة بمدرسة داخلية مع ذوي احتياجات خاصة، بس ما بعرف شي عن المدرسة العادية، يعني أنه بروح بأوتوكار أو بشي، أو عرفت كيف يعني الحياة العادية الطفل اللي بعيشها، المرحلة انه بيروح بالاوتوكار بيجي على بيته بيدرس. كان هالشي يزعجك فاطمة؟ كان هالشي يزعجك؟ اكيد اكيد، يعني انا بهيدي المرحلة انه كنت حس حالي انه انا بحبس. انه تصوري مدرسة داخلي ما بتقدر تظهري كل 15-20 يوم، وكان في وضع اقتصادي مش منيح ابدا. وحروب دايما، وحروب كانت وصراعات، واجا الاجتياح الاسرائيلي كمان. و ساعتها المدرسة وقفتني، فأمي إنه الوالدة ما بدها إني أنا ضلني بالبيت يعني، حتى ما في ولا مدرسة تقبلتني، فاتجهت للمعهد إنه إني أتعلم مهنة الخياطة. المدرسة المعهد مهنة الخياطة يعني عملوني أحلى معاملة لأني كنت شاطرة، فإنه قالوا إنه لا حرام يعني لازم إنه هايدي تكتسب ويكون إلها شيء. ساعدوني بهالمرحلة كتير، وأنا انطلقت يعني. الشكر كتير للوالدة إن هي حفزتني ودعمتني وخلتني انطلق بالحياة يعني. نحكي عن شغلك هلأ. بس بدي أحكيكي بس شغلي واحدة بس، إنه أنا عمري 19 سنة لما خلصت الخياطة واشتغلت، أخذت كارد أنا ورفيقتي من ذوي احتياجات الخاصة وفتحنا معمل خياطة. بعمر 19 سنة الحمد لله ضلينا 4 سنين لهي انه سافرت وانا تزوجت يعني، لحتى لي وقفت شغل الخياطة يعني، بس اكيد تابعت بالبيت. نعم. هلأ لشو اتجهتي؟ هلأ اتجهت انه انا ما بحب اقعد وعندي وقت فراغ، بناتي كبروا، فاتجهت لتطريز، عطارة، والمكرمة، شغل المكرمة، واكيد اشتراك بالمعارض، واخر هلا فتره اخذت شهاده ب ان يكون انا مدربه. حلو دوره حضرتك واستاذ متدربين، بعدكم عم تشتغلوا على حالكم، وكمان هلا عم بتدربي ناس مخصصين يعني. هلا بدي بلي، هلا اخذت الشهاده يعني لي 15-20 يوم اخذت شهاده ب ان يكون انا مدربه، شهاده متدربين يعني، عملت دوره متدربين واخذت الشهاده. هلا بلشت اني انا، بس انا اكثر شيء بدي احكي عن نقطه العمر، الاشخاص ذوي احتياجات خاصه عمر 19 وال20 سنه وال21 سنه، هول اللي هن قعدوا بالبيت، اللي الشؤون الاجتماعيه هلا ما عم تدفع لهم، وكلفه المدارس صارت كتير عاليه. صحيح. فهن ما قادرين يتعلموا، فانا حابه اعمل محترف صغير اني اقدر ادرب هالاشخاص
ليقدر يكونوا معتمدين على نفسهم وشارين حالهم، يعني هني كمان منتجين داخل هيدا المجتمع، يكون عندهم اكتفاء ذاتي. نعم. بس انه انا حابه اعلمهم لحتى لي هن يكون عندهم مهنه خاصه فيهم يقدروا بعدين يتابعوا حياتهم. يعني ما توقف حياتهم. نعم. لانه ما حدا دايم للتاني. صح. يعني يكونوا معتمدين على حالهم. عرفتي كيف؟ فانا يعني كتير كتير حابه هالشيء هيدا اني اقدر احقق لهم اياه. نعم اكيد. اني اقدر ساعد بهالمجال هيدا. هيدا شيء كتير حلو اكيد، يعني يعطيك الف عافيه. طيب اليوم لما حضرتك ست فاطمه بتعد بتشتغلي بهيدا التطريز، شو بتكون هيك عم تشعري؟ نحن بنعرف قد ايه في دقه. دقه أكيد. تطريز وتعب، يمكن حتى بياخذ وقت، ما بعرف اذا حدا بيوصيكي اوقات ولا انت تشتغلي بشكل عام. لا انا على التوصاية بشتغل شغلات للمعارض، شغل خاص فيي، بس اكثر شيء التوصاية. فهنا التوصاية بدي اقول لك شغله، انه انا مثلا اذا حدا بوصيني شيء للعرس، عرفتي، فانا بشتغل مثل قصه، يعني بعيش في يعني مثلا عرس او خطوبه، فبعمل التصميم كانه لبنتي، يعني بعيش القصه معهم، الالوان، التنسيق، هذا، فهذا كله انا بحب اعمله، عرفتي، يعني مع التنسيق مع التصميم، انه انا ما بجيب شيء وبقلده، لا انا بصمم. أفكارك. بنات أفكارك. عندي افكار انت. ايه عندي افكار ببنيها، عندي الالوان حسب الفرح، حسب ولاده الطفل، شيء بالبيت، شيء منظر طبيعي، شيء شغلات، يعني بعيش فيها، يعني بحب شغلي. يعني انا نحن انه عندنا مثل ما قال امين الفكره وبدنا ننفذها، فنحن ما بنقدر نقعد. نعم. يعني نحن بنحب على طول نشتغل، على طول نعمل شيء. نعم. ما بنقدر نقعد. نعم ست فاطمه، هلا حضرتك هيك عم بتقولي، ولكن خلينا نكون حقيقيين وواقعيين. سيد امين، نحن بنعرف انه في اشخاص يمكن بيعانوا ابسط من ما حضرتكم بتعانوا، عم نحكي من ناحيه الوضع الصحي اللي انفرض يعني من ربنا سبحانه وتعالى عليكم، وما هيك للامانه نحن ما بنشوفهم عم يسعوا، ما بنشوفهم الا يعني يائسين، ويمكن حقهم. بعدنا عم نقول المجتمع بحد ذاته غير متقبل لوضعهم، غير متقبل لاحتياجاتهم، غير منصت لمطالبهم. شو يعني كيف اليوم حضرتك او حتى ست فاطمه قدرتوا فعلا توصل لهيدي القناعه، انه نحن كثير متصالحين مع وضعنا، نحن منتجين، نحن موجودين، نحن قادرين، نحن نسعى، نحن نعقل ونتوكل؟ حكي لك. هلا بالنسبة لسؤالك الأول، إنه في أشخاص يعني قدرتهم أخف من قدرتنا، وبنفس الوقت ما عم يشتغلوا على حالهم. صح. فهذه بنشوفها عند الأسوياء حتى. صحيح. يعني بتلاقي واحد وزنه 10 كيلو بيشتغل قد 10، واحد ما له خلق، هيدا يعني نفسي وواقع أو ما بعرف شو بدنا نسميه. هلا حضرتك قلتي قبل شوي انه انتم بتشتغلوا على حالكم. نعم. نحن ملزمين نشتغل على حالنا. ملزمين. نحن بنلزم نفسنا. نابع المسؤوليه يعني. ايه نحن بنلزم نفسنا لاسباب، اولا نحن عشنا، يعني انا بكل مراحل حياه العمليه والاجتماعيه والتعليميه بنسمع من المحيطين فينا ما عدا الاهل، لانه لو الاهل عندهم القدره يوقفوا بخصوص بهالبلد، كنا بنعرف الظروف وظروف صحيح. الاهل. يعني دايما ان شاء الله الواحد يقوم بحاله. انا عم بحكي كمؤسسات وجمعيات مش كافراد. نحن هيدي عشنا فتره طويله وبعدنا لحد هلا بنسمع من المحيطين فينا، بس يشوفوا شغلنا كلمه الله يقويكم ويعطيكم العافيه، اكثر من هيك نحن ما بدنا اياها الكلمه. حلوين هالكلمات. حلوين حلوين لما بتوقفوا، لما بيوقفوا معنا وبياخذوا بايدنا. يعني مثلا انا وزوجتي. نعم. انا وزوجتي. نعم. برجع بقول لك نحن عم نشتغل على حالنا وحنضل عم نشتغل على حالنا، واذا بنلاقي شيء بعد نقدر نعمله نتعلم وحنتعلم. انا عمري 60 سنه، لو صار عمري 100 سنه وبلاقي شيء اقدر اتعلمه بدي اتعلمه. حلو. انا ملزم، ملزم لاثبت للعالم انه انا ماني ناقص، ملزم للعالم انه انا عندي القدره وعندي الاراده وعندي الشغله الثانيه، ملزم لان انا عندي مسؤوليه، عندي عائله. صح. ولا ممكن فكر يوم انطر حدا يجي هو يصرف علي. نعم. عرفتي كيف؟ خليني كافي فكر. ايه تفضل. يعني بس هلا مثلا
على كثيرة كلمة يعطيك العافية أو الله يقويكم ما حتفتح لي مشغل. صح. برجع بقول لك مش على صعيد أفراد، على صعيد مؤسسات. بالدارجة ما بتطعمي خبز. نحن إجا كثير مساعدات وإجا كثير إعانات لذوي الاحتياجات الخاصة، كان عبر الشؤون الاجتماعية أو عبر الجمعيات التي تعنى بشؤون الإعاقة لتمويل مشاريع للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ما شفناها. أنا كلمة يعطيك العافية والله يقويك ما بتفيدني. صح. انت مبسوط بشغله، عجبك شغله، شو ناقصك؟ بدعمك ولو بدي رد لك الدعم. انا ما بدي تعطيني قربة لله تعالى ابدا ما بقبلها. صحيح. انت شايف شغله، شايفني طموح، شايفني عندي اراده، شايفني صلب، شايفني ساعي، توقف جنبي ما بتقلي يعطيك العافيه الله يقويك. لا، شو ناقصك؟ انا كنت ببيتي لاني ما قادر استاجر محل. كنت اخذ عمل برندة عاملها محترف، ولكن الظروف شاءت انه ننتقل على محل على بيت تاني ما قدرت اعمل لان ما في مكان. نعم. انا هذا اللي يعني يمكن تكون رسالة عم وجهها. صح. يمكن واكيد ما حتوصل لان انه 60 سنة بنبعت رسائل، البريد عنا واقف. ما بدي حدا يقول لي يعطيك العافية. نعم. الله اللي عطاني العافية. ما بدي يقول لي حدا يا الله يقويك، الله اللي مقويني. انا اللي بدك مثل ما قلت لك. نعم. حابب توقف جنبي. نعم. دعمني وانا برد لك اللي دعمتني فيه. مول لي مشروع وانا برد لك اياه، وبالعكس اذا انت كنت مؤسسة او شيء بصير بساهم معك بمؤسستك. صح. يعني كلام مشروع، كلام حقيقي. صح. سيد فاطمة ينسم الله عليكم، نحن بنعرف ان انتم مثل ما حكيتوا لنا ناشطين بمجال التعليم ومجال حقوق والاجتماع والاعمال الحرفيه، ايضا حضرتكم يعني بتشاركوا بالمسابقات الرياضيه، بتشاركوا ب يعني كثير اشياء. شفت هيك صور تحت الهواء هلا كمان الشباب بمرقوا لنا اياهم على الهواء، عم تشاركوا بالماراثون ومعكم اسم الله صبيتان حلوين. اول شيء احكي لنا كيف تعرفتي على سيد ابراهيم؟ تعرفنا نحن كنا منتسبين لجمعية. نعم. جمعية اتحاد المقاعدين هي لذوي احتياجات الخاصة، وكلها ذوي احتياجات خاصة بس فيها متطوعين كانوا. نعم. متطوعين أسوية. تعرفت علي أنا من هونيك يعني بالجمعية أكيد، وتزوجنا. يعني نحن الوقت اللي تزوجنا فيه كان في 3 أو 4 حالات بس زواج ذوي احتياجات خاصة. وين؟ 3 أو 4 حالات وين؟ بلبنان. 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 يعني أنا عم بحكيك ب 93 تزوجنا. كان في 3 أو 4 حالات، ف يعني أكيد ما كان في موافقة من المجتمع. هذا الأهل كان في استهجان؟ إيه من الأهل لا. يعني الحمد لله. متبلي أصلاً الوضع. إيه. الحمد لله يعني من الأهل كان في تجاوب وكان في قبول يعني. نعم. لأنه كانوا مؤمنين فينا وكانوا مؤمنين يعني إنه نحن المسؤولية اللي رح تحملوها، المسؤولية حنكون قدها، وكنا يعني على ثقة. بس المجتمع اللي حوالينا نحن يعني بيتنا وحياتنا الزوجية وبعدين الإنجاب وبعدين العملية وبعدين هيدا، فالمجتمع آمن ساعتها فينا. بس أكيد يعني توجهت لنا أسئلة كتير، أكيد إنه يعني حسوها شيء إنه مش طبيعي لأنه مستغربة. فبس بعدين لا الحمد لله يعني أثبتنا إنه نحن قادرين وقادرين وقد المسؤولية. ما شاء الله عندكم صبيتين الله يخليلكم. وتقبلونا الحمد لله. قد إيه ولادكم اليوم بتشعروا الصبايا اللي عندكم قد إيه بتشعروا إنه هن هيك بشوفوكم عن جد مميزين؟ هن تركتوا اثر فيهم ست فاطمه؟ ايه يعني نحن بنعرف الاهل عاده ايضا الاسوياء اوقات كمان ما بيتركوا اثر، ولكن حضرتكم قدامهم تزوجتوا، عم تشتغلوا، ما شاء الله مدربين، ناشطين، متواجدين بالمجتمع، عندكم اعمالكم الخاصه بتحكي عنكم. الصبايا بناتكم كيف بيت يعني هيك كيف بنزلوا؟ بناتنا مشيوا معنا يعني نحن على الجمعيات مثلا ناخذهم معنا النشاطات الماراثون، يعني شاركناهم بكل شيء بحياتنا. يعني حتى كان يعني قبولهم لألنا ما كان يعني مستغرب منهم او مش طبيعي، لانه مشيوا بالطريق اللي نحن كنا ماشيين فيه، يعني كانوا معنا، كانوا يعني عرفتي كيف؟ مواكبين لكل شيء. ايه
ونشاركهم بكل شيء. يعني عندي بنتي الكبيرة دارسة تربية مختصة وهلأ عم بتكفي علم نفس. نعم. هي التربية المختصة للحالات ذوي احتياجات الخاصة، فهي عندها وعملت تريننج بمدرسة الكفاءات بهول الحالات. نعم. فهي عندها يعني صارت مهمة بهالمشموع بهالميول والدافع. ايه. وعندهم شيء طبيعي كتير وبيفتخروا فينا كتير. صح. وما بيروحوا بيحكوا فينا يعني حتى رفقاتهم ومحل شغلهم ومحل هذا بيوصلنا لقلنا شغل. يعني بقول مثلا وصي امك وصي بيك انه عرفتي كيف يعني مأمنين فينا. حلو. يعني عفوا حتى الصوره اللي ناقلينها لاصدقائهم ورفقاتهم. نعم. بتبين من لقائنا لهم. يعني مثلا انا بمكان عمل بنتي لما بروح بدي اجيبها من شغلها زملائها بالشغل من نظرتهم لإلك واستقبالهم لإلي بيثبت لك الصوره الحقيقيه اللي ناقلينها اولادي لانه كانه بيعرفوك. ايه حتى عرفتي كيف يعني اولادي ما عانوا منا ابدا هذه المشكله. بالعكس سيد امين، اوقات نحن بنعرف انه الاشخاص اللي بيكون ربنا مميزهم بوضع معين اولادهم او جيرانهم هن اللي بيكتسبوا اشياء لصالحهم يمشوا فيها مدى الحياه. صح. حكمه معينه، صبر معين، امل معين من هؤلاء الاشخاص. وبس اسمحي لي مرقها لو. نعم. فيها شويه غرور. نعم تفضل. انا وزوجتي قدوه لبعض الاشخاص المتزوجين. نعم. يعني مثل تستاهلوا اكيد استاذ امين. يعني بعضنا عم يعني انا بكذا مطرح سامع يعني سامع الاذن مثل ما بيقولوا. نعم. انه الزوجة عم تقول لزوجها شوف امين وفاطمة او شوفوا يعني بخصوص. صح. العمل والسعي وكذا. صح. انه كيف ما في شغل ملاك امين كيف يعني انا عم قلك ولو فيها غرور. نعم استاذ أنا امين انا بفتخر انه نحن قدوة ومثل للاخرين. استاذ امين انتو كمان اصحاب صبر وثقة بالله. الحمد لله. وجد وسعي وسهر وجهد. استاذ امين امتى حضرتك شعرت فعلا انه هذه الحياة هي فعلا امتحان وعليك انه اجتيازه بتميز وجداره؟ يعني امتى فعلا امين حس انه هيدي الحياه لا انا بدي اقوم اوقف عن جد انا بدي اقوم اوقف بالمعنى المجازي؟ بس ارتبطت بفاطمه حسيت انه هيدي اول مسؤوليه كبيره بحملها. يعني صرت مسؤول عن حدا في امان برقبتي بدي اديها وحافظ عليها. نعم. وتدرجت الى ان اجت بتول ومريم ما شاء الله الله يحميهم. ست فاطمه اليوم شو تعلمتي من امين؟ امين تعلمت منه الصبر، تعلمت منه يعني يقينه بشغله بحياته، يقينه برب العالمين. والحمد لله رب العالمين انه الله ما حرمنا شيء. الحمد لله الحمد لله. الله ما حرمنا شيء، تعلمنا، اشتغلنا، تزوجنا، يعني الله بعث لنا بنتين. يعني امين هو قدوه لإلي، يعني لانه اكيد عم يحقق شيء مع اشخاص صعبين. يعني صحيح. يعني متلازمة داون يعني هن اشخاص كتير صعبين، فهو قدوه لإلي انه هو عم يعطي نتيجه معهم. يعني هن عم يكتسبوا من امين، عم ياخذوا شيء عم يكتسبوه وعم يعطوا نتيجه. وهذا باكد كلام حضرتك اللي كنت انت عم توصفه بالغرور. لا ابدا مش غرور، هيدا باكد ثقه فعلا سيد امين بافكاره، لانه هالقد مآمن فيها عم يقدر انه يوصلها للاشخاص ولو انه هن عندهم احتياجات ووضع صحي صعب جدا. سيد امين هيك تنكون عادلين. حضرتك كمان شو تعلمت من ست فاطمه؟ رح اختم معك هيدا الحوار. يعني شو بدي اقول لك عن فاطمه؟ فاطمه كانت السند بالاوقات الصعبه. نعم. والصديق والاخ وكل شيء يعني. كمان تعلمت منها الصبر وتحمل المصاعب، وتعلمت منها كمان السعي في بعض الاحيان. كانت هي تشجعني لشغلات انا ما يكون عندي رغبه بادائها، دائما تقول لي لا جرب وشوف، اذا نجحت نجحت، ما نجحت بتكون حاولت. كان على طول هي الدافع كانت الدافع لإلي للذهاب للامام. نعم. سيد أمين إبراهيم مدرب حرفي لذوي الاحتياجات الخاصة، أنا بدي أشكر حضورك معنا. زوجة السيد أمين ست فاطمة دعبون ناشطة اجتماعية حرفية أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة. فعلا شكرا جزيلا على هذا الحوار.
الراقي اللي منه بينبعث الأمل. إن شاء الله هيك نكون يعني فدنا بعض الأشخاص اللي وصلنا مرحلة من اليأس من هيدي الحياة، ونقول لهم أنه لا، لازم الإنسان يوقف على أجره ولازم يمشي لقدام، ولازم دايما يكون عنده حلم يسعى وراءه. شكرا جزيلا. إذن لكل الأشخاص المختلفين والمميزين اللي الله ترك فيهم بصمة فريدة عن باقي الناس، سيد أمين وزوجته فاطمة من همناس ومثال حقيقي أمامكم للسعي والجد والجهد والصبر والإيمان بالقدرات الذاتية والطموحات الفردية وقدرة رب العالمين على تحقيقها. شكراً لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، منشوفكم إن الله راد بالحلقة الجاي. إلى اللقاء.